أتبرع $50,000 للاقتصاد في بلدي. يعني أسرار هتعرفها لأول مرة عن الفنان أحمد سعد. بدأ حياته بالتواشيح الدينية ومع الوقت بقى نجم مشهور كل الناس تعرفه. اتبرع لمصر $50,000 وقال فلوسي كلها في ده بلدي حبيبتي. حظه وحش في الستات واختياراته مدمرة حياته. اتجوز 4 مرات وما فيش ولا جوازة فيهم بتكمل. وبعد ما قعد يحب في موديل طلعت راجل. شفت ان الولد البنت اللي معايا الموديل راجل. الفنان أحمد سعد اسمه تصدر الترند خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان تبرعه بمبلغ $50,000 علشان خاطر اقتصاد مصر. نشر أحمد سعد مقطع فيديو خلال حسابه على الانستجرام وقال من خلاله: طبعاً إحساسي إن مصر بتمر بمشكلة اقتصادية أصبح شيء بيسبب لي أرق وبيتعبني جداً، ودايماً بفكر أنا في إيدي إيه أعمله. الصراحة حسيت إني لازم أعمل حاجة وقررت إني أتبرع بمبلغ $50,000 من أجر حفلاتي اللي بقبضها بالدولار خارج مصر، وده هيكون لصالح الاقتصاد المصري. قال إنه عمل كده علشان يحس إحساس كويس ناحية مصر حبيبته، وشجع الناس إن هم يعملوا زيه ويتبرعوا علشان خاطر بلدهم. إني أتبرع $50,000 للاقتصاد في بلدي يعني. وبعد الفيديو ده تصدر اسم أحمد سعد الترند على السوشيال ميديا. أحمد سعد بدأ حياته الفنية بتأدية التواشيح الدينية وتلحينها، وبعدها لحن عدد من الأغاني لعدد من المطربين، واتجه للغنى والفن سنة 2003 وأصدر أول ألبوم ليه بعنوان أشكل مين، والألبوم ده كان بداية انطلاقه وكمان شهرته. قدم أحمد سعد بعدها عدد من الأغاني وكان معظمها خاصة بالأفلام زي أغنية سألت نفسي كتير من فيلم الشبح للفنان أحمد عز، وأغنية مش باقي مني من فيلم دكان شحاتة لشقيقه الفنان عمرو سعد والفنانة هيفا وهبي. رغم أنه حقق نجاح كبير لكن للأسف ملوش حظ في الستات واختياراته مدمرة حياته. كل ما يتجوز واحدة الجوازة تبوظ زي اللي قبلها. الفنان أحمد سعد اتجوز لأول مرة من سيدة اسمها لبنى بيومي، أنجم بينها 2 من الأبناء هم أحمد وجودي، لكن الزيجة دي انتهت بالانفصال. بعدها اتجوز الفنانة ريم البارودي، والزيجة دي استمرت كام يوم وبعدين انفصلوا. وبعدها اتجوز الفنانة سمية الخشاب، لكن برضو الزيجة استمرت 2 وانفصلوا. أما الزوجة الرابعة فهي مصممة الأزياء علياء بسيوني، وبرضو الزيجة دي انتهت بالطلاق، لحد ما الناس قالوا إن أحمد سعد اختياراته مدمرة حياته فعلا. وكل ما يتجوز واحدة ويقول خلاص هي اللي هلاقي السعادة معاها، الزواجة تنتهي بالانفصال زي اللي قبلها. الفنان أحمد سعد مش بس حظه وحش في زوجاته، ده بعد ما قعد يحب في الموديل اللي كانت في أغنية من أغانيه في الآخر اكتشف إن البنت الجميلة دي طلعت راجل، واكتشف إن طول الأغنية كان بيحب في راجل متحول وطلع الراجل اسمه سمير. أحمد سعد اتكلم عن قصة الأغنية دي قبل كده وقال إنها كانت أقرب أغنية في الأغاني اللي غناها. في النهاية قول لنا، هل كنتوا تعرفوا إن أحمد سعد بدأ مشواره بالتواشيح الدينية قبل ما يبقى مغني مشهور؟